الوعكة الصحية التي مررت بها، وهي نتيجة رش مبيدات كيماوية وغازات سامة ومواد أخرى لا نعرف طبيعتها في مكان مجاور من منزلي، مما أدى إلى تسممنا نحن الذين كنا في الخارج في داخل المنزل. وتعرضت لتسمم شديد من هذه المبيدات التي تم رشها. أنا أود أن أطمئنكم أنني بخير، لربما أحتاج إلى بعض الأيام للخروج من هذه الوعكة، ولكن أنا بخير وسأكون معكم وسأبقى معكم، ولن يتمكن أي معتدي أو أي متآمر من النيل من حضورنا ورسالتنا.